إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في البث المباشر المؤلم من مدينة الدار البيضاء، اللي صراحة بحال هاد اللايفات كيألمونا بزاف، وخصوصا أننا تنشوفوا أننا يوم بعد يوم كنضيعوا فنانين اللي هما صراحة عطاو بزاف لهذا الفن المغربي، فنانين ديال الزمن الجميل، الفن الراقي، الفن الأصيل، فن الحشمة والحياة. الناس اللي ضحكونا وبكاونا ودخلوا لديورنا ودخلوا لدور ميامات والدينا وجدودنا. اليوم كاين واحد الفنان عزيز بزاف على قلوب المغاربه، فنان تيبغيوه المغاربه كاملين بدون استثناء. علاش؟ لان ما عنده حتى شي ديف، حتى شي منفي مع حتى شي واحد، لا في التمثيل ديالو ولا في الحياه ديالو اليوميه، لا مع الجيران لا مع الحباب، عنده معجبين ديالو، انسان راقي. عبد الرحيم برادي، كنطلبوا منكم انكم تدعوا معاه لان الحاله ديالو جد 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 حرجه، وتنتمناو من الفنانين انهم يجيو يزوروه في المستشفى ويوقفوا معاه على الاقل، غير يحس بداك الدعم المعنوي. الطبيب تيقول ان الحاله ديالو حرجه، وتنشكروا الفنانين اللي جاوا اليوم باش انهم يزوروا هذا الفنان القدير، مع العلم ان الاطباء منعوا عليه الزياره، هو كاين في الانعاش، ولكن بعد على الاقل ان العائله ديالو تحس ان هذا الراجل اللي عطى بزاف الفن ماشي بوحده، راه معاه فنانين اللي كيساندوه وكيسولوا فيه. اذا من امام احدى المصحات الخاصه بمدينه الدار البيضاء، الحاله ديال الفنان المغربي القدير عبد الرحيم برادي حاله حرجه جدا. من جدية، لأن كتشوفوا معنا التوافد ديال الفنانين المغاربة وصحابه جايين باش يسولوا على الحالة ديالو الصحية. تسناو الخروج ديال العائلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن كنتسناو خونا جواد يسالي المكالمة ديالو باش ناخدو من عنده التصريح بخصوص. خويا جواد، أنت راك فنان مغربي معروف، أنت من الجيل المخضرم، عشرتي الجيل ديال الذهبي ديال الزمن الجميل، وكتعاشر هذا الجيل الجديد. كي داير الحالة الصحية ديال سي عبد الرحيم برادي؟ سي عبد الرحيم الرحمن برادي هو ولد ولد دربنا وكبرنا حداه، والحمد لله الكلمه اللي قلتي بحقه يعني خير دليل على ان هذا الرجل هذا يعني نختصرها انه درويش. درويش هو ولد الشعب، وما عمرنا شفنا عيبه ولا الوليدات ديالو ولا كلهم لعبنا معاهم وضحكنا معاهم وكل شيء. الطبيب كيقول بان السيد الحمد لله يعني بدا كيتحسن شويه، ولكن الحاله ديالو بعض خطير حرجه، يعني حرجه بزاف. كاينين اتصالات الحمد لله دابا خصوصا من النقابه المغربيه لمهن الفنون الدراميه، اللي توجهوا لبعض المسؤولين اللي يعني الحمد لله كان واحد الاستجابه باش انه يتنقل لمدينه الرباط للمستشفى العسكري. المشكل اللي كاين هو انه الطبيب قال لهم بانه ضروري 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 ان هذا السيد يبقى شويه هنايا حتى تتحسن الصحه ديالو، لانه تستقر الحاله ديالو الصحيه، حيت صعيب اننا نزعزعوا. الا تزعزع تيقول لك انا ما غاديش نقدر نتحمل المسؤوليه ديال انه يمشي من هنا حتى الرباط في هذه الحاله الصحيه اللي فيها دابا. هادشي علاش دابا راه صيفطنا الاخوه الحمد لله دابا ديال النقابه مشاو كيعطيو الدم باش انه ياخذ بعد الدم. برافو. ياخذوا الدم فابور من مركز تحقن الدم ونشوفوا، يعني حتى انتم عارفين الحاله الماديه ديال السي عبد الرحمن برادي كي داير، راه الله يحسن العوان، يعني انسان عارفينه كيفاش يعني. للاسف الشديد، للاسف الشديد بحال هاد الفنانين صراحه كيضرنا في خاطرنا ويحزوا في انفسنا، ان هاد الناس اللي عطاو بزاف الفن المغربي اننا نشوفهم دائما في الاواخر ديال يعني الله يطول لينا في عمره، ولكن صعيب بزاف اننا نشوف هاد الفنانين اللي عطاو بزاف الفن المغربي انهم كيعانيو في صمت، ما عمرهم خرجوا، ما عمرهم طلبوا، ما عمرهم قالوا خصنا، ولكن بلا ما يتسناونا حتى يطلبوا حتى يخرجوا، راه حنا خصنا نفكروا فيهم، راه خصنا نمشيو نقلبوا عليهم، راه حشومه اننا نبداو نقلبوا عليه مسكين يجي المصحه عاد نبداو نقلبوا، لا عافاكم خلصوا ليه، لا راه ما عندوش. غنجمعوا ليه، غنجمعوا ليه. دابا هذاك الشيء بحال يعني
تلقيتيني في الاتصال ديال السي محمد الخياري لانه دابا كيتواجد بالديار البلجيكيه، قال لي راه كاينين بزاف ديال النجوم اللي تلمدوا على اللي تلمدوا على يدو اللي هما نجوم دابا في الكوميديا. ما فيها باس الا كل واحد دار واحد 3000 درهم 5000 درهم، كاين اللي غتجيه مليون كاع، ما فيها باس الجات واللي عنده باش نخلصوا الكلينيك، لان الكلينيك دابا كل نهار كاينه واحد الميزانيه معينه. اذا الكلينيك قال لك ماشي مشكل، انا غندير بعض يعني يدير واحد خصومات، يدير شويه ديال واحد الخصم فوالا، ولكن كاينين شي امور اللي هي كدار دابا السي عبد الرحمن برادي اللي هي ضروري خصها يكون الفلوس ديالها. كما قلت لك الحمد لله دابا النقابه راه خدامه في الرباط على اساس حتى بعض الاموال اللي ممكن انها تجمع، راه كاينه اتصالات حتى بوزاره الثقافه من هذا المنبر. ان شاء الله كنتمنوا ان الناس اللي هما يعني غيورين يعني والله الا تاثرنا بهذا السيد صراحه ما كيدارش في الخاطر اخويا جواد، كيوصل لهذ الدرجه اننا حنا دابا غنبداو نجمعوا ليه الفلوس باش انه يعني نخلصوا ليه مصحه. كان ساكت مصحه صامت، حنا دائما كنا عمره ما قال خصني لا خص. دابا الحمد لله الحمد لله المغرب غادي في تطور الحمد لله. اذا حتى التطور ديال المسائل الاجتماعيه حتى المسائل اللي قام بها سيدنا على مستوى يعني التغطيه الصحيه فهي غاده، ولكن حنا دائما كنا كناديو على انه تكون واحد الجمعيه المغربيه للفنانين، يعني الفنان ملي تيكبر لانه دومين دو ريسك، حنا دومين ما كتريسكي، تقدر واحد 6 سنين تكون تعيش بأبها تكون بحال البورصه، واحد الوقت ما كيبقى يعيط عليك حد ولا ما كتخدمش بزاف ولا شي حاجه، يعني ملي كتكون واحد الجمعيه ديال الاجتماعيه ديال الفنانين بعد على الاقل كيكون واحد الصندوق اللي ممكن مثلا بحال هكا. علاش غنبقاو نسعاو بحال صندوق تامين باش نبداو نسعاو ولا تسيد؟ ما نبغيش كاع نسمع هذه الكلمة، لأن فنان يستحق فعلا منا أن نقف إلى جانبه، وخصوصا الفنانين، وأنا تنعرف الفنان المغربي وكلكم كتعرفوا شكون هو الفنان المغربي وقيمة الفنان المغربي وأخلاق الفنان المغربي. حنا الفنانين ديالنا كلهم تنحترموهم وتنبغيوهم وتنقدروهم وما نبغيوش ليهم شي حاجة تأديهم، راه فنانين عاشوا معانا وكبروا معانا وضحكونا وبكاونا وتيفكرونا بواحد الزمن جميل، بوالدينا كيفكرونا بجدودنا بواحد الحقبة اللي كان الضحك فيها سهل باش تضحك المواطن المغربي وباشياء اللي هي بسيطه، وكانوا كيتنقلوا مساكن من جيبهم الخاص، باغي هو يمثل ما باغيش هو قايد لا دير لا ديور لا. وشفنا السي الصعري الله يرحمه كيفاش مسكين دار، وشفنا بزاف ديال الفنانين اللي داعي لي ديك الاسماء، هادشي كيألمنا، خصو حل اخويا جواد. الحل هو اللي قلت لك اختي هو الجمعيه، هو الجمعيه المغربيه اللي يعني اللي مش بالانسان ملي كيوصل لاسيرتاناج يقدر ما يبقاش خدام، يقدر ما يبقاش يقد يخدم، يقدر يمرض على غفله، راه كاين اللي يقدر يكون باقي جون مثلا جون وجاتو شي وعكه صحيه مثلا مسكين مابقاش يقدر يخدم. اذا على الاقل هذيك الجمعيه كتكون هي البديل على اننا نبقاو بحال ما كل مره اجي ونجمعوا لهذا، هذا راه مريض خاصينو الفلوس، هذا راه مريض خاصو الدم، زعما بركه. نتكلموا على السي الخلفي. وصل السي الخلفي مسكين يحتضر يحتضر في صمت. السي الخلفي اللي كنمشيو لعندو كنطلعوا عليه مره مره، واكيد ان داك الشيء السي الخلفي باش نقول لكم العزيز النفس، بحالو بحال السي البرادي، بحالو بحال بزاف ديال الفنانين، وفين ما كتمشي عنده كتلقى الانفه والكبرياء وما راضيكش تبين داك الشيء مسكين اللي حداه وما باغيش يبان، ولكن ما فيها باس اننا نمشيو نطلوا الفنانين الكبار اللي عطاكم سيدي ربي، الوليدات ديال دابا ديال المعهد اللي مثلتوا ادوار بالملايين، الناس راه كانوا كياخذوا 1000 فرنك راه 4 دريات. هادو هما اللي وصلوا لنا الفن، هادو هما القاطره اللي وصلت انه شي حاجه سميتها الفن في المغرب، كانوا بالنسبه لنا حنا هما الرواد، اذا هما اللي بداو بالامكانيات البسيطه ديالهم كما قلتي، كانت عاد الامكانيات بسيطه وكانت واحد التضحيات، وجا مسرح الواد عاد جا مسرح الاحتراف وعاد جا التحرير ديال السمعي البصري، يعني الانسان كان كيتمنى في بعض الاحيان شي سي برادي راه كان نجم اسير تاند، باقي نجم راه كان كيدوز معنا دابا في درب السلطان اللي كيدوز في الدروبه، راه الناس كتعرفوه وكتحتارمو لحد الساعه الحمد لله. كما قلتي انت راه السيد خلى وجهه نقي وخلى اثر طيب، هذا هو المهم. وانا بصراحه كنشكركم اختي فاطمه زهر، مرحبا وتنشكركم زعما والله العظيم. شكرا خويا زعما هذه القناه باش نرموش عليها الورد، ولكن على الاقل الله يجازيكم بخير. مرحبا وتنتا كنشكروك وبغافو عليك انني لقيتك من الاوائل اللي جاو، والوفاء هذا هو الوفاء، قال كبرت معاه استاذي. كنشكروا ايضا جميع الفنانين اللي جاوا التحقوا بالمصحه، شفتوها خويا جواد هو في الحالة يعني راك وليتيني حتى وصلتك التصويره ديالو، يعني في العناية المركزة، وملي كيقول لك الطبيب انه مزيان يمشي للمستشفى العسكري بحكم التجهيزات وبحكم حتى العناية اللي كيتلقاوها الناس وداك الشيء، نعم. الكل كما ما نقدرش نقول لكم
حيت انا غنتحمل المسؤوليه. اكيد حيت هو ماشي كيفكر في الربح المادي، لان الطبيب كيبقى عنده رساله نبيله، ماشي كيفكر باش الربح المادي، ولكن كيفكر ان السيب الرادي لا الحاله ديالو الا تحرك صعيبه. يعني حنا شفناه بعينينا، ما كايناش شي حاجه زعما اللي مخبيه ولا شي حاجه. لا اله الا الله، ان السيب الرادي دابا ما يقدرش. دابا غنشوفو مع الدم ومع شويه ديال لي سيروم اللي كيديروا ليه، على الاقل يولي غير شويه يقدر الانسان يمشي يشد من الطريق من هنا للرباط ويكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك خويا جواد، شكرا لجميع الفنانين المغاربه اللي تنبغيوهم وتنحترموهم وتنقدروهم وكنحبوهم وما كنبغيو لهم حتى شي حاجه ولو بسيطه. ما بغيناش الفنان المغربي اننا نبقاو نشوفوه في هذه الحاله حقه كنجمعوا ليه حقه الصينيه. الفنان المغربي راه شي حاجه كبيره. ولا اله الا محمد رسول الله. غنختم معكم وغادي نرجع لكم في تفاصيل قادمه في قضية وفي الجديد في صحة الفنان القدير الكبير المحترم اللي كيبغيو المغاربة كاملين السيب الرادي، وكنقولوا ليه الله يشافيك ورجع لينا، راه مازال محتاجين لك وليداتك. إلى اللقاء. مسكين.